النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات إير دكتور لواء لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المركزية وكلاء تويوتا ولكزس حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده مجمع الملك الحسين للأعمال بايولاب نظم الحمل بتخفف الحمل. متابعينا متابعي طقس العرب الكرام في الأردن أسعد الله أوقاتكم بكل خير وصحة. نستعرض معكم الآن آخر توقعات وتحديثات الحالة الجوية في المملكة خلال الأيام القادمة. نبدأ معكم باستعراض آخر ملخصات الحالة الجوية خلال الفترة القادمة. توقعات باستمرار تأثير التيارات الغربية الرطبة على المملكة خلال هذا ما تبقى من نهار هذا اليوم الخميس، كذلك الحال يوم غد الجمعة، وبالتالي أجواء باردة عموما غائمة جزئيا رطبة مع فرصة لهطول زخات متفرقة محدودة من الأمطار في أجزاء عشوائية المملكة. كذلك الحال تشكل الضباب ليلا في بعض المناطق المحدودة في السهول الشرقية وتشكل الصقيع، كذلك الحال في أجزاء من السهول الشرقية خلال الليلتين القادمتين. توقعات بسيادة مرتفع جوي وتأثير مرتفع جوي في طبقات الجو كافة يومي السبت والأحد، وبالتالي استقرار تام على الحالة الجوية، ارتفاع في درجات الحارة، كذلك حال سيادة رياح شرقية نشطت السرعة يوم الأحد، وبالتالي المزيد من الإحساس بالبرودة مع ساعات الصباح والمساء فوق العديد من المناطق. نستعرض معكم الآن التوقعات الخاصة بالعاصمة عمان الليلة القادمة. 4 درجات مئوية هي درجة الحرارة الصغرى مع ساعات الليل المتأخرة، أجواء باردة بشكل لافت، توقعات بتشكل الصقيع في الأجزاء الجنوبية من العاصمة عمان، كذلك حال ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. التوقعات الجوية خلال 3 أيام القادمة، نلاحظ معكم درجات حرارة في سياق 11 أو 12 درجة مئوية خلال اليومين القادمين. درجات حرارة هي ضمن معدلاتها أو ما دون معدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، كذلك حال توقعات بأجواء باردة مع ساعات الليل، لكن يوم الأحد هنالك ارتفاع ملموس على الحارة المسجلة، في حين تكون الحارة المحسوسة منخفضة نظرا لتوقع نشاط الرياح الشرقية والتي من شأنها زيادة الإحساس بالبرودة مع ساعات الصباح والمساء. على كل حال كان كل ذلك حتى اللحظة. إلى اللقاء.